فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذمم أقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده، إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقد أنها حقوق لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول كما لم تدخل الديون التي ثبتت بعد ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك. نعم، وإذا أسلم الإنسان فإنه لا يؤاخذ بما كان منه فيما قبل الإسلام، فيكون ما قبل الإسلام لا يطالب به، وإنما يطالب بما يحصل بعد الإسلام. هذا النظام والخطة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان هذا الذي فيما قبل الإسلام من المحرمات كالسفاح والزنا وأكل الربا وقتل النفوس وسفك الدماء وغير ذلك، فهذه ممنوعة، هذه ممنوعة، وإحياؤها في الإسلام هذا من إحياء أمور الجاهلية، لأن الجاهلية هم الذين يستبيحون هذه الأشياء.